الفنان هادي خليل، أهلا وسهلا فيك عبر شاشة ال تي في. أهلا وسهلا فيكم، وأنا كتير أنا أصلا فرحتي من الحدود بتبلش لأوصل لهون. ونحن فرحانين فيك قد الدنيا. بداية خبرنا قد ايه له خصوصية الجمهور السوري بالنسبة لك، وشو بتخبرنا عن مكان الحفل اليوم؟ خلينا نحكي أول شيء عن المكان. هاي أول مرة، بدي أقول لهم مبروك لخينا ريمو على المحل الغير شكل، وإن شاء الله بشوف الخير على وجهه يا رب. محل عن جد كتير حلو. أصلا المحلات كلها بالشام القديمة شيء بياخد العقل، والحارات ويعني هيدي الأصالة اللي فيها اللي بترجعنا لأيام جدودنا وأيام أصالتنا. بالنسبة لشو السؤال الأول واحد كنت عم تسأليني عنه اللي دايما أنا وما بروح، يعني كان بسوريا أو بالبلاد الاغتراب، أنا عندي هيك مثل عشق متبادل أنا والجمهور السوري. فأنا وصراحة يعني هني أكبر جمهور عندي بين الجمهور العربي، أكثر حتى من اللبنانيين. فيمكن لأنه أنا من منطقة البقاع ونحن قريبين شوي على بعضنا بالعادات وبالتقاليد وحتى بالثقافة الفنية يعني، فيمكن كرمال هيك نحن أنا كثير قريب وبحس حالي أنه أنا ببيتي دايما. أغنية بلبلة كانت الأشهر إذا فينا نقول من بين أعمالك، ليه برأيك؟ لا في أشهر منها بتصور، يمكن هي حلوة الغنية بس بتصور طير سنونه كمان. وفي عندي هلا أغنية اسمها يا دايم الدوم الجديدة كمان، الحمد لله يعني عم تلاقي نجاح. والحمد لله يعني الأغاني اللي أنا دايما أنا بس بدي نقي غنية، ما بنقي غنية لفترة معينة وبعدين بيخلص عمرها. عندي الأغاني إن شاء الله الحمد لله يعني بتعيش، إيه بتعيش سنين. بتقول إنه هادي خليل أخذ حقه بالساحة الفنية اليوم؟ يعني هو شوي الظروف اللي مرقت فيها أنا، ظروفي الاجتماعية والحياتية العائلية أخرتني شوي، بس الحمد لله دايما بقول الحمد لله، وكل إنسان بيكون نصيبه بالحياة. عم بسعى جاهد إني دايما نكون عندنا شيء جديد دايما نقدمه للناس كرمال نضل موجودين، كرمال نضل متواجدين. وبالنهاية هي محبة الناس هي اللي بتدوم. من وراء محبة الناس إن شاء الله بتصور إنه الاستمرارية رح تبقى، ومثل ما وعدناهم مثل ما كنا عم قبل بنوعدهم وعم نوفي بوعودنا إنه دايما بنقدم لهم الأحلى والأجمل، رح نضل على ذات الخط. اختلفت عوامل النجاح والشهرة بهذا الوقت، برأيك شو بيتطلب من المطرب لحتى يكون ناجح؟ أنا بالنسبة لإلي أوكي اختلف كتير شغلات اختلفت، بس بالنهاية ما بصح إلا الصحيح. الفنان بده يكون فنان جدي لحتى لينجح، يعني هذا اللي بيستمر بالفن. يعني ما فيك اليوم تقارني بين مطربين عم تطلع على الساحة الفنية أو مطربات عم تطلع على الساحة الفنية ما عندهم أصوات، عندهم شكل بس، إنه هودي ممكن يستمروا لبعدين. لا هذا الحكي مش مزبوط، لأنه بالفن ما يعني معروفين شو هن المقومات، إنه بده يكون عنده الفن مؤصل فيه، بده يكون يعني بده يرتب حاله شوي صغير طبعا، لأنه نحن بعصر العصر الشاشة، فبنرتب حالنا شوي شوية تياب حلوين شوية ميك اب حلو للبنات، يعني بيمشي الحال. بس بالنهاية أهم شيء الفن الأصلي. برأيك شو أهمية السوشيال ميديا بوقتنا هاد، وقديه عم تأثر عليك شخصيا، ممكن من ناحية التواصل مع الجمهور، من ناحية الانتشار؟ أكيد هلا هي يعني هذا العصر عصر السوشيال ميديا، لأنه صارت كل الناس الحياة كلها على التليفون، صارت كلهم بيحملوا كلهم حامل تليفون، واللي عنده انستغرام واللي عنده فيسبوك واللي عنده غيره وغيره وغيره، فصارت كتير مهمة الخبرية. بالنسبة لي أنا يعني مش نشيط جدا يعني، بس إنه ماشي الحال، عرفت كيف؟ لأنه شوي بحسة بدها وقت وبدها جهد وبدها علم وبدها، فعندي ناس مهتمين بالموضوع. بهذا الوقت مين من المغنيين الشباب أو الصبايا بتسمع لهم وبتحس إنه لهم مستقبل حلو؟ هلا إن شاء الله أنا في كتير يعني، بس بحب أذكر دايما وكل مرة بذكره لنصيف. نصيف زيتون، نصيف ماشي بطريق كتير مهم وكتير حلو والله يوفقه. بتوقع نصيف من الناس اللي بتعيش فنيا إلى
إلى أبد الأبدين يعني. إن شاء الله أنا بتمنى له مسيرة تكون ناجحة مثل ما هي ناجحة هلأ عطول يا رب. أكيد نوجه له تحية كبيرة للفنان نصيف زيتون. شو رأيك بالانتقادات يلي طالت أغنية ميريام فارس بكأس العالم؟ والله أنا ما سمعت الأغنية بس شفت مشاهد شوي منها هيك بالدعاية، بتصور أنه هذا ستيل بالبقلة، أنه هذا اللي بالبقلة لإلها هي. ما عندي أي تعليق على الموضوع، بالعكس يعني هي شاطرة بالاستعراض وشاطرة بهذا ستيل الأغاني، فما شفت أي شيء غلط بالموضوع. شو رأيك باللي عم يصير مع الفنانة شيرين عبد الوهاب؟ صار وعم يصير بينها بين زوجها بين جمهورها؟ لا مش عم نعرف التفاصيل المضبوطة، انه ساعة بتسبوا ساعة بيسبها ساعة بيرجعوا لبعضهم ساعة مش عم نفهم شيء، ضايعين. والحق عليه ولا حق على أهلها ولا مين اللي عم يظلمها ولا مين فأنا ما بحب افتي بشيء أو أقول رأيي بشيء، مش عارف الموضوع شو هو. بس نحن بنتمنى لها لشيرين أنه يعني دوام الصحة والعافية، لأنه نحن كل العالم بيحبها، كل العالم العربي بيحبها وبيحب أغانيها، وعملت نجاح باهر جدا يعني بالوطن العربي. ف بنتمنى انه ما نخسرها، لانه خساره كبيره اذا خسرناها فنيا، مش عم بحكي انا الله يطول بعمرها اكيد، فنيا عم نحكي. نتمنى انه تضل موجوده على الساحه وتقدم الحلو اللي دائما عودتنا عليه. ما بنتمنى الا كل الخير، نتمنى كل الخير لشيرين. كلمه منك لتلفزيون ال تي في. بشكركم كثير على الاستضافه الحلوه، وان شاء الله يا رب لنا لقاءات قادمه اكثر واكثر، وإن شاء الله المزيد من التألق والنجاح. ما خبرتنا شو عن نار هلأ، شو في إلك عن نار؟ عن نار يعني هلأ بلشت عم بسمع أغاني جديدة لنقدر ننقي أغنية ونقدمها للناس إن شاء الله بأول الربيع الجاي بتكون صارت جاهزة. هلأ بلشت عم بسمع عند الملحنين عند الشعراء، يعني بلشنا هلأ وناطرين أكيد. شكرا لكم.